لو سألتك سؤال، هو مين خطيته أكبر دلوقتي، الابن الصغير ولا الابن الكبير؟ ده الابن الكبير خطيته أكتر بكتير جدا جدا جدا. يكفي أنه لم يكن بكلام لائق مع أبوه، يقول له لما رجع ابنك هذا، مش أخويا، واللي أكل معيشتك يعني فلوسك مع الزواني، طب أستر على أخوك، أستر عليه، مش ربنا يسترها عليك؟ وتنتهي الأحداث وما نعرفش الابن الكبير ده دخل البيت ولا ما دخلش، وتنتهي هو تاب ولا ما تابش، تنتهي ويسيبنا المثل قدام أنفسنا. اجتهد وفتش في قلبك لئلا تكون القساوة قد تسربت إلى قلبك. قساوة، وبقول لك احنا عمالين نصلي ليل ونهار ونقول يا رب ارحم وارحمنا يا الله كعظيم رحمتك وارحمني يا الله، وكلنا نصلي الصلوات دهية علشان نحمي نفسنا من القساوة. أرجوك أرجوك، وإحنا في الصوم أرجوك، اوعى تكون زي هذا الابن الكبير الذي أخطأ، أخطأ في حق أبوه وفي حق أخوه وفي حق نفسه، ويقدم لنا مثل للعناد الشديد اللي بيخسر الإنسان كل شيء. الابن الرافض الكبير ده الرافض ده، مش كده وبس، ده كمان وقع في خطية تانية، ودي تبقى نمرة 7، البر الذاتي. وقع شايف نفسه أحسن، وابتدى كمان ينقد الآخرين، أخوه يقول لنا كده، فأجاب وقال لأبي ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، بعير أبوه اللي هو خيره ولحم كتافه من أبوه، بعير أبوه. شوف قلة الأدب. وقد لم أتجاوز وصيتك، يعني أنا لو جيت تقارني بي وبين الابن الصغير هتلاقيني أحسن منه كتير. وجديا لم تعطني قط، لأفرع جدي طبعا، عشان تقارن الجدي بالحيوان بالعجل المسمن، في فرق بين الكبير بين الاثنين، لا أفرح مع الزقاء. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمى، بعير أبوه. عايش في البر الذاتي، شايف نفسه، بينقد أخوه. يا راجل يا راجل، ده أبسط شيء إنك تفرح إن أخوك رجع. ده الواحد لما أخوه يغيب عنه شوية يوم ولا اتنين ويكونوا عايشين ويا بعض ويتأخر يبقى قلقان، وانت خلاص. هو ده اللي وقع فيه، البر الذاتي، شايف نفسه بس. وبره الذاتي عماه عن الخير اللي موجود. عايزك تاخد صورة عكسية، ايه رأيك لو كان دخل الابن ده جه وخد ابوه في الاحضان وطبطب عليه وفرح بعودته، قد إيه كان يسر قلب الله، يفرح قلب ربنا. في سفر زكريا يقول ولا يفكرنا أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحبوا يمين الزور، لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب. دي في زكريا 8:17. البر الذاتي، انتبه، احنا الصوم ده صوم للتوبة، وبيقدم لنا المثالين دول، الشخصين دول، الابن الكبير والصغير وتصرفاته. وغالبا تختار واحد من الاثنين، اختار واحد من الاثنين وشوف هتعمل ايه.